السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بشتغل معاكم اليوم على جريش بلحم العجل. طبختنا اليوم برعاية ملحمة مستر كليفرز. خلكم معاي انزل الثوم. انا حاط 4 بصلات ناعم مفروم، بسم الله، واحطها بهالجدر. بضغط جريش بجدر الضغط عشان الوقت. معجون طماط علبة واحدة بس. لحم عجل هني بحط 1.5 كيلو لحم عجل اسود وبزار اللحم، فلفل اسود وكمون، كزبرة وملح. هني احط 5 طماطات. الحين بنزل هالجريش هذا، الحين اضيف الماي الحار واضغط الجدر هذا تقريبا 1.5 ساعة. طبعا حطيت لترين ماي، بشتغل على اللحم هذا بجدر الضغط. هني نقلت الجريش من جدر الضغط الى هذه الصفريه وغطيتها بقطيف بجدر، بسم الله، واخليها الحين ساعه. هذا الحشو مال الجريش. هذا البصل الحين، بسم الله، فلفل اسود، لومي اسود مطحون، علبه روب، عصير ليمون وملح. الحين اضيف الروب وبدي نضرب فيها وان شاء الله تثقل بعد شوي، برجعها على النار مره ثانيه. هذا جدر الريش، خلوني انتبه شوفوه. نقول بسم الله. هذا ريشنا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا مستر كليفرز على اللحم، لحم العجل ذاب ذاب ما بين بالريش. طبعا مستر كليفرز عندهم 10 أفرع بالكويت، متوزع بمناطق الكويت، ولحمهم كله طازج ومبرد. نحط الحشو هذا ونزينها بالكزبر. شكرا ملحمة مستر كليفرز على هذا اللحم الطيب الطازج، ما شاء الله تبارك الله.